اللقاء هذه حقيقة كلها يعني عيد لحضراتكم للمستقبلية المشاريعين. كان رأيته هادوا يقولون استدعاء ولازم يجوا ويخضعوهم وخضعوهم لامتحان مقابل أي كان. هذا هو اللي أقرب للواقع. إذا كان غير ذلك خلينا نسمع الآراء. يعني عندنا إذا كان جابك حد من دولة أجنبية برضه زي ما قال لك جابك من كندا ثانوية من كندا ولا من أمريكا ولا من إيطاليا، يعني ما أعتقدش إن إحنا شاكين مثلا في مصداقيتها وجايب 87 باهي، لكن إحنا وراك وقفنا الفوق في التنسيق في 94، لكن هذا حتى هو يحق له. لكن أيضا فيه الليبيين اللي أكثر منا. فأنا أرى بالنسبة لي اللي جاي خارج من نظام نمشي ممكن نمشي كالتالي. كلية طب طرابلس بدأنا من فوق إلى روطة، نزلنا القدرة الساعية 200، آخر واحد كان نسبة 92.5 تمام. أنت بتجيني من بريطانيا، بتجيني من هولولولو، بتجيني من بنغازي، بتجيني من تعليم أجنبي، إذا كانك أعلى من هيك معناه يحق لك أعلى بندخلك الامتحان المقابل، وإذا كانك أقل بنقول لك سوري صح أنت 87 وأنت جاي من كذا، لكن فيه ليبيين جاي 92.4 ما حصلش. ولتأتي بطبيعة الحال بعد هذه التصريحات المريبة والغريبة والجنونية من هذا الوزير، وزير التعليم الذي يفرق بين أبناء الوطن الواحد، تأتي وحتى يميز الأبناء الوطن الواحد ويساوي أبناء المنطقة الشرقية أو التلاميذ أو طلبة المنطقة الشرقية بأنهم أجانب أو يساويهم بالأجانب. جاءت ردود فعل مستنكرة على أوساط عدة من المواطنين الليبيين، وردود فعل استغربت هذه التصريحات من يعتبر وزير في حكومة الآن مهما كانت هذه الحكومة الآن تمر بمأزق هي في أيامها الأخيرة في غيره، ينبغي على وزير التعليم أو غيره أنهم هم لا يمسوا بهكذا أمور، منها الوحدة الوطنية، الوحدة البلاد، عدم التمييز بين الليبي والآخر وغيره من هذه الأمور. طبعا هذه الحكومة حتى المناصرين لها تعودوا على هكذا صيغة في التعامل مع المنطقة الشرقية. في اللي يقول هؤلاء عبارة عن رعاة غنم، في اللي يقول هؤلاء عبارة عن قبائل همجية، في هناك من يتحدث بأن قبائل البدو متخلفة، أن هذا عدوان على طرابلس على الدولة المدنية أو على مدنية وحضارية الدولة وغيره من هذه الأمور. فأصبح الأمر غير مستغرب أن يخرج وزير تعليم هذه الحكومة المجرمة ويكون هكذا تصريحاته، تكون هكذا تصريحاته أنه هو يساوي طلبة جامعات المنطقة الشرقية أو طلبة الخريجي الثانوية أو المتحصلين على الثانوية، واللي هو ممكن أمر غير سياسي. هذا الأمر يعني ممكن يكون طالب فقط انتقل من بنغازي أو انتقل حتى للتجارة للعمل ولظروف عمل لظروف اجتماعية لغيره، ينتقل من مكان لآخر، التنقل مكفول من الدستور، حرية التعليم، حرية التنقل، حرية كل شيء مكفول في الدولة الليبية بالقانون وبالدستور بغيره. لا يوجد تفريق بين منطقة وأخرى، ما فيش منطقة ألف ومنطقة باء ومنطقة جيم، ما فيش درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة إلا في أذهان التنظيم الإرهابي. هذا التنظيم وصل به الحال إلى أنه هو يمارس أو تكون هناك تصريح، يكون لديه تصريحات جنونية، من هذا التصريح الغبي
هذا موش وزير تعليم ابدا، هذا لا يعلم، هذا ليس راس هرم تعليم في ليبيا، لا يمكن ان يكون بهذا الشكل راس هرم التعليم بهذا الشكل الغريب، ان هو يضع ابناء البلده ابناء الوطن الليبي فقط لانهم وجدوا في المنطقه الشرقيه ويساويهم بالاجانب في الاجراء الاداري او في اجراءات التعليم، ويقول لنا احنا منظومتنا بروحها. انت عندك جامعات امريكيه مثلا، نظام اوروبي، نظام ما هو كله نظام ليبي معتمد في كامل التراب الليبي، مع اختلاف ان هذه الجامعات تتبع وزاره التعليم والاخرى تتبع وزاره التعليم، لكن المنظومه التعليميه بالكامل واحده، المخرجات التعليميه بالكامل واحده، العمليه التعليميه في الكامل في كامل التراب الليبي واحده، المناهج والابحاث والدراسات وكل شيء واحد، طريقه التخريج وطريقه الامتحانات وغيره كلها واحد، لا فرق الا فرق فروق اداريه فقط وماليه التبعية يعني، لكن المحتوى التعليمي إلى هذا التوقيت هو واحد. فاليوم نتحدث عن وزير تعليم ووزارة وزير تعليم الصخيرات، حكومة الصخيرات، بداية أساء وميز بين طلبة المنطقة الشرقية وطلبة المنطقة الغربية، والشيء الثاني اعتبر طلبة المنطقة الشرقية بأنهم مثلهم مثل الأجانب، الشيء الثالث أساء للمخرجات التعليمية، أساء للمنظومة التعليمية، للمعلمين، للأساتذة، لغيرهم اللي هم في المنطقة المذكورة اللي هي المنطقة الشرقية بالكامل، أساء في هذه المنظومة فقط لأنهم مشتبعين له، فقط لأنهم مشتبعين له. شفتوا، هذا هو النموذج، أحد نماذج القذارة المدني، قذارتهم وحكومة اللي هي يقول لها الحكومة الدولة المدنية بهذا الشكل، أصبحت تميز بين أبناء الوطن الواحد وتستهين بكرامة الليبيين وتضع الليبيين فقط لاختلاف الموقع بأنهم استساووا بينهم وبين الأجانب، أساء للمخرجات التعليمية، أساء للعملية التعليمية والمنظومة التعليمية، أساء لعشرات الآلاف من الطلبة الليبيين في المنطقة الشرقية، أساء لآلاف من المعلمين والمدرسين والمكافحين من أجل العملية التعليمية. هل هذا وزير تعليم؟ هل هذا وزير ينهض بالعملية التعليمية في البلاد؟ هل هذا وزير يحمل أمانة يعني المستويات التعليمية في البلاد؟ هل هذا وزير يعني يمكن أن يحمل أمانة بهذا الشكل؟ مش تعرفوا أن هذه الحكومة جاءت لنا بهذه الأشكال الغريبة من هؤلاء البشر اللي هم يمارسوا الجنون، يمارسوا العنطزة، يمارسوا التفكير الفارغ، يمارسوا المستوى الأدنى من الأخلاق ومن القيم. هذا لا وزير تعليم ولا وزير تربية ولا وزير أي شيء، هذا فكر ميليشياوي أحمق، هذا فكر ميليشياوي يغامر بكل شيء في ليبيا. الليبيون متماسكون من شرق البلاد لغربها وجنوبها ووسطها، فلا فرق بين الليبي وآخر، لا فرق بين الطالب اللي في بنغازي بين الطالب اللي في طرابلس، لا فرق بينهم إلا في مستويات ومخرجاتهم التعليمية ونتائج امتحاناتهم فقط، هذه هي الفروق الحقيقية، المستوى التعليمي هو الفرق بين كل مواطن ومواطن، بين الشرقي المواطن من الشرق أو طلبة الشرق أو الغرب أو شمال وجنوب، ما فيش فرق بيناتهم، لأن هذه الحكومة أصبحت مفرغة من محتواها، لأن هذه الحكومة أصبحت تعد أيامها الأخيرة، لأن هذه الحكومة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من سيناريو النهاية، فهي الآن أصبحت في مرحلة الجنون والتخبط. كيف ما درت لكم حلقة من قبل على طلبة منعوا من الحصول على نتائجهم الثانوية في مناطق قصر بن غشير وغيره فقط لأنهم وجدوا في مناطق سيطرة الجيش الليبي، فاعتبرهم وزير تعليم الصخيرات بأنهم يعني لا يستحقوا أنهم هم يتحصلوا على نتائجهم، وجاءت رد فعل من الكثير على مختلف المستويات منها
البلدية ببيان بلدية قصر بن غشير، واليوم يمارس ذات الدناءة، هذا الوزير يمارس ذات الدناءة بأنه يميز بين أبناء الوطن الواحد ويضع المنطقة الشرقية ويضع طلبة المنطقة الشرقية كأنهم مثلهم مثل الأجانب. هذا تمييز خطير ومردود عليه، وهذا إساءة لا غير مسموح بها ومستنكرة ومدانة ومردود عليها على هذا الأفاق، على هذا الوزير الأفاق، هذا الوزير اللي هو الآن يتشبث بالوهم، هذا الوزير اللي هو مش عارف روحه وين في أي اتجاه يتجه، فلذلك أصبحت أفكاره متخبطة خارج عن نطاق الأدب، خارج عن نطاق التعليم، خارج عن نطاق الوفاق في حد ذاته برغم أنه هو وزير وفاق، خارج عن نطاق كل شيء، بل دخل في منظومة العبث، منظومة أنه هو يتعامل مع الليبيين هكذا بوضع هستيري نشفق عليه. الآن جاءت هذه الردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت ردود فعل مناسبة لما يحدث الآن في وزارة تعليم هذه الوفاق، وإلزام طلبة في الشرق الليبي اللي هم يريدون الدراسة في طرابلس أو في جامعة طرابلس لإخضاعهم لامتحان قبول كما قال، ويساويهم بالطلبة الأجانب. فكيف هو رأيكم حول هذا الموضوع؟ على الأرقام الظاهرة الآن بإمكانكم التواصل معي، وأيضا بإمكانكم التفاعل على البث الحي والمباشر، لأن نقاش هذه الحلقة هو له تبعات، نتحدث عن الأصل، أصل الموضوع وتبعاته، لأن هذه الأفكار وهذه التصرفات من هؤلاء من هذه الحكومة تعطي انطباع بأنهم وصلوا لمرحلة أنهم هم بيقسموا البلاد، أنهم هم مرحلة أنهم هم بينهوا حالة الوحدة، وحدة البلاد بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، لأنهم خسروا مش قادرين أنهم هم يسيطروا الآن على مواقع سيطرة الجيش سواء كان في الجنوب أو الغرب أو الشرق أو غيره، فلذلك يحاولوا أنهم هم متوهمين أنهم هم حينتصروا على الجيش بميليشيات في المنطقة الغربية، والنعرة القبلية أو الجهوية أو الميليشياوية هذه من هذه الوزارات والمؤيدين لهذه الحكومة بدأت تتضح وتتجلى في الكثير من المواقف، ومنها حتى تصريح أن سليمان دوغلي قال بيننا وبينهم 500 عام، واللي خرج هذا دردور طرطور اللي خرج وقال هذه قبائل جاهلية ووصفهم بالهمج، وصفهم بالرعاع، وصفهم بغير من هذه الأوصاف، والكثير من الردود الفعل اللي هو يعرفها الليبيون جميعا، أن إحنا الآن أبناء الوطن في المنطقة الشرقية أو في غيره من المواقع يواجهون فكر متطرف من هذه الثلة المارقة المسيطرة على طرابلس الآن واللي هي تعد أيامها الأخيرة. وهذا خير مثال، اليوم وصلنا لمرحلة أن حتى طلبة التعليم اللي هم لا علاقة لهم بأي شيء، أنهم هم أصبحوا في مرحلة المساومات السياسية القذرة، وأصبحوا يتعاملون معهم بشكل سياسي وليس بشكل تعليمي يليق بهم وبالحالة التعليمية في ليبيا. هذا الوزير المفترض أنه هو يكون منغلق حول نفسه ما لاش علاقة بأي شيء، وضع وزير للوفاق أنه هو يكون يلهى في الجامعات ويلهى في المدارس ويلهى في الطلبة ويلهى في الامتحانات ويلهى في المخرجات التعليمية ويلهى في كل في هذه الأمور. لا، خرجوا من هذه الأمور وسيسوا، يريدون تسييس حتى العملية التعليمية، يريدون تقسيم البلاد على أساسها بشكل فكري بشكل تعليمي. أنت يا طالب من المنطقة الشرقية جاي من طبرق لطرابلس، لا خش أنت والسوري والمصري وغيري من هذه الجنسيات وامتحن امتحان قبول. تخيلوا هذا الوصف، هذا هو ما يريده وزير تعليم الفرقاطة. طالب جاي من البيضة، جاي من شحات، ظروف عمل أي شيء كان ما لاش علاقة بأي شيء، طالب جاي بيقدم أوراقها لجامعة طرابلس أو جامعة ناصر أو جامعة،
ويقول له عادي انت مثلك مثل الاجانب مثل العرب مثل مثلا اخواننا اللي هم مثل من فلسطين من مصر من سوريا من اي مكان زيك زيهم انت مانكش ليبي. هذا هو التوصيف الحقيقي. نحن مانش قاعدين نقوله لكن هذا هو الترجمة الحرفية لما صرح به هذا الوزير، انه هو وصل به المرحلة الجنون انه هو يساوي ابناء الوطن الواحد ابناء وطنه ابناء بلاده اللي هم ما لهمش علاقة باي شيء، فقط طلبة الثانويات ما لهمش علاقة باي شيء بما يحدث الان في البلاد، تساويهم بالسوري وتساويهم بجنسيات عربية وجنسيات اجنبية. هذا مفهوم معناه ان هذا الوزير او هذه الوزارة او الوزارات او هذه الحكومة بشكل عام دخلت في مرحلة خطيرة وهي التفريق بين الليبيين، وهي شق صف الليبيين، وهي خلق نعرة او اذكاء نعرة الشرق الجهوية الشرق وغرب، وهذا امر خطير. بدأناه بتصريحات اعلامية من ناس في إطار حكومة الصخيرات وصلت للسياسيين وصلت حتى لوزراء فاعلين في حكومة الفرقاطة. ناقص غير تو الآن تصريح من السراج نفسه وتكتمل باقي الصورة، المشهد بالكامل يكتمل، واعتقد انه هو مصرح عدد من التصريحات اللي هي مشينة في حق اهل شرق ليبيا، اهل برق الكرام، اهل الجهاد. على كل حال نبدأ اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة الآن، والآن بطبيعة الحال العملية التعليمية في البلاد هي تعاني من هذه العقليات اللي هي مسيطرة الآن على الواقع التعليمي في ليبيا بشكل عام. الجامعات الليبية، وزارة التعليم اللي هي قاعدة في طرابلس، المخرجات، الكليات وغيرها، كل أصبحنا نعاني. ليش؟ لأن تم تسييس كل شيء دخل في محرقة السياسة، حتى التعليم أدخلوه في محرقة السياسة. هذا التنظيم الإرهابي، تنظيم الإخوان، هذه وزارات ما لهاش علاقة بأي شيء. وزارة التعليم تقدم عملية تعليمية أو تقدم مخرجات تعليمية للليبيين، للطلبة الليبيين، يفترض أن هي ما لهاش علاقة بأي شيء آخر غير أن هي تعمل في نطاقها، تعمل في مناخها، تعمل في أجواءها، تعمل في اختصاصها. فلذلك أصبحوا هؤلاء لأنهم فارغين، لأنهم جلبوا هكذا مارقين بشكل غوغائي، تم تعيينهم بشكل باختيار سياسي مقيت من تنظيم الإخوان، فهذه مخرجاتهم الطبيعية. هذا أمر طبيعي ومسلم به أن نحن أمام شخصيات مارقة وضعت في مسؤوليات، والآن نستقبل من نتائجها، نستقبل هذه النتائج اللي هي أصبحت كارثية بحق ليبيا والليبيين. فعلينا الرد على هذه الشخصيات المارقة لتذهب إلى نهاية وجودها بالكامل، لأن لا نسمح بليبيا أن يكون فيها هذه مثل هؤلاء الأفقين اللي هم يريدون أن تكون ليبيا على مستويات مختلفة أو غيره. سأبدأ مع محمد من طرابلس. أهلا بك محمد. أيضا محمود من العزيات. أهلا يا محمد من طرابلس. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ أحمد كيف حالك؟ أهلا بك تفضل. لكن يا أخوي أحمد راه بنقول لك شيء، راه على قد ما يديروا راه والله بالنسبة إحنا المواطنين الشرق والغرب والله ما يقدروا يخشوا بيناتنا راه. والله بإذن الله حتتساوى، وبإذن الله ليبيا وحدة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله إحنا المواطنين العاديين من الشرق والغرب راه كنا أخوت راه. ما فيش حد خير من الثاني. باهي محمد، لاحظت أن هذه الوزارة شنو يقصد هذا الوزير؟ أنه هو يساوي بين أبناء شرق ليبيا بأنهم وكأنهم أجانب. لا هو أجنبي، ما الشرق ما همش أجانب، فوتنا وفوق راسنا من فوق. ما همش أجانب، هو الأجنبي. هو الأجنبي هو الخاين، ما أخوتنا في الشرق إحنا. هي محاولة لشنو؟ ما هي من محاولات اللي ما هو الهدف؟ أنا دام شارين ومشري يرفعهم الدولار ويجيبهم اليورو، دام ما عندهم صغيرة على الوطن ولا عندهم صغيرة. يا أستاذ أحمد بالله عليك،
نبي رقمك الخاص، يا تاخذ رقمي بالله عليك. حاضر، اعطي رقمك للزملاء حنتواصلوا معك. شكرا لك محمد. الى محمود من العزيات، اهلا بك محمود. اهلا يا محمود. اول مره نسدي نحن الوطن نعتبره انه محتل، وطننا نعتبره انه محتل من قبل الميليشيات. نعم تسمح لي استاذ احمد؟ نسمح فيك. اول مره نحن وطننا نعتبره انه محتل، يعني محتل من قبل الميليشيات. نحن مغير نحرر وطننا بعد ان تكلموا عن الزيادات وتكلموا عن الفلوس وتكلموا عن، نحن خلاص الشعب الليبي كان ما درش حل في الوقت هذا، نعتبره ضايعين يعني. لا هو الموضوع مش على الزيادات، الموضوع مش على الزيادات يا محمود. عندنا عويل مرضى يعني عايز خبر ما بيهم، وبعدين حكوم تسري هذا حتى نحن عندنا عدالهم، ليش ما يصبوش يقولوا لا خلاص مش هالميليشيات مو خلانا نصرخ وخذنا فلوس وهو سياسي المشير. مش على الزيادات، مش على زيادة المرتبات الموضوع يا محمود. نعم. نعم. تسمح لي يعني ما تعرفش الكلام منك، من نحن عندنا لوم، عندنا لوم حتى على حكومتنا اللي نحن فيها، معقولة دولة فيها حكومتين؟ طبعا نحن أملنا الوحيد في سيادة المشير، أملنا الوحيد. نحن كشعب الليبي أملنا الوحيد في الراجل، والله العظيم الراجل هذا أحسن حاجة قبيلة الليبي وقبيلة الجهة، لما مشغلتي وصار منه وشد بينه وبين معمر القذافي ما درش أي حاجات ضر نكدت على الشعب الليبي. طيب شكرا عادل من طرابلس. عادل مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك استاذ احمد؟ اهلا بك. الامور بايع. نعم تفضل. باذن الله انا بنخش لك مداخله، يعني المفروض ما تكونش يمكن نفس الحلقه بالضبط. لا يا ريت نلتزموا بالحلقه بس، يعني اذا كان في شيء اخر موضوع يكون قريب يعني من موضوع الحلقه يعني. باي اوكي انا نعطيك كلمة يعني. تفضل. انا لخب شرقاوي يعني في مشاتي يعني من الشرق. تمام. لقبك الشرقاوي؟ ايه لا المهم قصدي حتى لما خش شوف سبحان الله لما يوم خشت الكرامه بدينا يعني احنا في جهتنا بالضبط يعني كيف بنقول لك يعني احنا يقول لك من الشرق لا يبدو المعاملة غير الجهة الغربية، يعني معاملة يعني مش صافية فهمت؟ يعني مش زي كغرباوي شرقاوي فهمت؟ يعني إنسان ليبي. يعني أعطيني أمثلة عادل، أنت لقبك الشرقاوي لكن أنت من أهل طرابلس، لكن لقبك فقط في الأوراق اسمك الشرقاوي، لقبك الشرقاوي. تمام فهمت عليك. اعطيني امثله، اعطيني مثال شن اللي صار لك يعني، وين مشيت وشن كانت المعامله اوكي المعامله زي تو يعني بنقدم لي كما تقول لي كليه او موضوع. يعني اي قصدي يشكل للغرباوي افضل لنا، والحمد لله اختصاص قصدي الشهاده وال شن اسمه يعني قصدي تخليه يخش في اي مجال فهمت؟ يشكرك انت كغرباوي خير من الشرقاوي فهمت كيف؟ ما فهمتش انا ليش وصلت بينا احنا في ليبيا هيك يا راجل. يعني شوف هذه مداخله خطيره. هذه مداخله مهمه. انه هو يقول لك عادل انه هو فقط من لقبه الشرقاوي، هو من ابناء طرابلس يعني. لقب الشرقاوي يقول لك يعامل كأنه من الشرق يعني، ومعاملته مش تمام يعني في وين ما يتجه. نعم كمل يا عادل، كمل إذا كان موجود عادل عطول لنا. للأسف فصل الاتصال. شفتوا على كامل معناها أنا قلت لكم هذه الحلقة لها أبعاد، يعني أن نحن أصل الموضوع تصريحات هذا الأفاق وزير تعليم الميليشيات، لكن في تبعيات. هذا العقل، هذه المنظومة المنظومة بالكامل تتعامل بهذا الشكل. كيف إن هو واحد يقول لك هذا جاي من الشرق، لا هذا عنده إجراءات معينة، هذا وكأنه جاي من مش عارف من وين، ما هو ابناء وطن واحد. أنا نعرف من طرابلس كثيرين موجودين بعائلاتهم لم يلقوا أي تمييز في أي اتجاه في أي مكان مشوا له،
لا من بوابات، لا من نقاط تفتيش، لا من محلات، لا من مواقع، لا من شركات، لا من عايشين حياتهم طبيعية ويتعاملوا لا في المطار لا في أي مكان. بيليش؟ لأن العقلية هنا عقلية دولة، أنك أنت طالما أنك أنت جاي من طرابلس معناه مش معناه مش معناه أنك أنت ليبي درجة ثالثة ولا رابعة. معناه أنت ليبي بيني وبينك أوراق مستند، بيني وبينك إجراء اعتيادي مثلك مثل أي مواطن آخر. لكن هؤلاء هذه المنظومة الميليشياوية الآن لأن عندها حقد على أبناء هذه المنطقة الشرقية، وهذا لا يعطي انطباع عن غرب ليبيا بالكامل، أهلنا الكرام في الغرب بهذا أنهم هم يفكروا بهذا التفكير. في فرق بين المواطن والمسؤول، في فرق بين الناس اللي مسيطروا والناس اللي الله غالب عليها قاعدين عايشين الله غالب، ما مش شورهم الموضوع. تو زي وزير الدفاع وزير التعليم الوفاق يريد التعامل مع المنطقة الشرقية، طلبة الثانوية المنطقة الشرقية كأنهم أجانب، كأنهم جايين من دمشق، كأنهم جايين من موريتانيا، كأنهم جايين من السودان، كأنهم جايين. ما تقولش أنهم هم بنغازي هذه ليبيا والبيضة هذه ليبيا وطبرق ليبيا، لأنهم هؤلاء انسلخوا من الواقع الليبي خلاص، انتهوا مرحلة النهاية هذه، أصبحوا في مرحلة هوس، مرحلة هوس، مرحلة جنون، مرحلة مش فاهم، مش عارف كيف يتعامل مع الواقع اللي هو عايش فيه. الجيش الآن محاصره وهو أصبح يعد في أيام الأخيرة، فلذلك يستخدموا هذه الأساليب القذرة للتفرقة بين أبناء الوطن الواحد. وهذا أمر منظم من هذه المنظومة اللي هي مسيطرة الآن في طرابلس، واللي هي لا تمثل أهلنا الطيبين في طرابلس. هذه المنظومة العابثة بمصير الليبيين ووحدة التراب الليبي، وحدة أبناء الوطن الواحد، إن هي تتعامل مع بهذا الشكل بهذا الفكر. وهذا عمل مخابراتي على فكرة، يعني هؤلاء يعملون على المخابرات قطرية، مخابرات بريطانية، مخابرات غيره، يلجأون لهذه الأمور حتى يفرقوا بين أبناء الوطن الواحد والتمييز، وبعدين لو يصير أي شيء حروب على الأرض وغيره يتم إذكائها بهذه الأمور بهذه التصرفات. إلى زليتن. زليتن سلامة، سلامة من زليتن، أهلا بك. عبد السلام من ترهونة. الخونة أنا سرق لغرب حني بلاد وحدة وانسابات ومخول. الخونة هذيهم الفكر اللي جايبه وزير التعليم، والله التافة هذا اللي يقول أجانب الشرق، حني بلاد الشرق ما نساو شيء، خوتنا وأهلنا هذيهم التوى يا أستاذ أحمد يلعبوا في رقصة الديك المذبوح. صحيح، ماش عندهم، جابوا الأتراك، جابوا اليهود، جابوا الكفرة. يقول شعب صامت ويد واحد من الشرق من غرب، نعاودوا في معارك القرضبية. احنا هلا وحدة ما فرقنا حد. هذا اقول لك الشاف راضي يسحبنا تونس والله مصر والله الجزائر والله اوروبا. احنا ليبيين العوام ما نبين التراهنة والتراهنة ما تبين العبيدات. عيلة وحدة ما ينشيش علينا الفيلم هذا، اقول له اضحك عليه حد ثاني. احنا بلاد وحدة ويد وحدة، دمعنا في القرضبية، جدودنا نعاودوا بتوا في تاريخ جدودنا ميتين مع بعضنا، وعيلة وحدة لا شرق لا غرب. سهولة مفتوحة للعبيدات ورسوا للعوامة وورفلنا كذلك. احنا عيلة واحدة يا سيد أحمد، الموضوع هذا ما هوش يلانا. هديهم خونة، هديهم كمشة، هديهم بايعين بطونهم، هذا بايع وطنة بطنة. تسمع بي يا سيد أحمد؟ نعم، في الاستماع، في الاستماع، نسمع فيك. عيلة واحدة ما يفرقناش، هديهم تفهاء، هديهم عباد المال. احني ناس بدو، لما يقول الشارك بدو ترون ياكلوا في البريوش، متاعين معيز، متاعين بقر، متاعين بل. وصل كذلك لما تقول بدو، صحيح البدو يا ريتها كلها ليبيا بدو، كلها بدو. قول له انت رحم عليه، على الليبيين اللي بتوق رواقه وصلوك في المكان هذي. احني ليبيين بدو، ورفلة بدو، ترهونة بدو، العزيلات بدو، متاعين حمير، متاعين بقر، متاعين معيز. احني ليبيين. نعم، طيب، إلى عبد شكرا، وهذا شعور طيب بين أبناء الوطن الواحد. على كل حال شكرا لك. إلى عبد الحكيم من القبة. السلام عليكم. أهلا بك، وعليكم السلام. سمحك يا سيد محمد. يا مية مرحبا بكل أهلنا الطيبين في القبة. الله يسلمك ونشكرك على تقديمك هذا البرنامج. الشكر، الشكر الجزيل أخرى. أشكرك، شكرا لك، بارك الله فيك.
الله يسلمك. ويا استاذ محمد انا عندي موضوع انتم مكفين وموفين انتم في الموضوع هذا ومكفي، ودائما انت يعني بسطنا ومريحنا انت بحقيقه يعني الواحد. نعم يجينا. نعم انا عندي موضوع خارج من نطاق الحلقه، او لو سمحت كنا نبدا بالموضوع متاعي او قول لي عبد الحكيم كلم مره اخرى انا ما عندي. بخصوص شنو بس؟ بخصوص القضاء، انا عندي قضيه مرتبات من 2010 وانا موظف في شركه في جهاز الفضيل بعمر. وبالابتدائي قريب حوالي 10 تاجيل جلسات، وفي الاستئناف تو قاعده في الاستئناف لها حوالي 15 تاجيل في الاستئناف. وموضوع مدني يعني مرتبات لي انا. ورقم القضيه 371 الدائره الاولى. انت طالب من هنا في نعطيك الهواء تفضل، شنو هي مطالبتك؟ مطالبتي انا مرتبات سابقه لي انا في جهاز الفضيل، وشركه جهاز الفضيل ضموها للمؤسسه البناء والتشييد. ومرتباتي في البناء والتشييد، والبناء والتشييد رفعت فيه انا قضيه من 2010 يا استاذ محمد. نعم. وجميع القنوات كلمت من 2010 لعند 2019 اخر مكالمه معك انت، جميع القنوات كلمت يعني نبدي في رايي على الاعلام فقط يعني. وانا بصراحه ما قدرت نتكلم، لا نكلم لا محامي ولا عندي محامي، بس ما قدرت نتكلم لا قاضي ولا نكلم حد ولا على كل حال نحن ممكن من خلال صوتك الآن على هذه المساحة ممكن أضاءت على حول هذه القضية وحقك وحق يعني زملائك، وإن شاء الله يعني يكون أهل الاختصاص متابعين للحلقة حتى يعطى لكل حق ذي حق حق. هذه مسألة مرتبات معطلة متوقفة عرقلة في الأجهزة، ضم جهاز لآخر وغيره، احنا ليبيا الجديدة لا يهضم، من المفترض ان احنا لا يهضم فيها حق احد، وان من المفترض ان احنا كليبيين جميعا ان احنا يعني نعطي لهؤلاء المكافحين، لهؤلاء اللي قدموا الكثير في المنظومة في اعمالهم في كذا، يعطوا حقهم في مرتباتهم المتأخرة أو المتوقفة. إلى عبد السلام من الأبيار، أهلا بك، أسمعني من الهاتف يا عبد السلام تفضل. أهلا يا عبد السلام من الأبيار، مرحبا بك. مرحبا، أهلا بك. أهلا يا عبد السلام، فقدنا الاتصال إلى البريقة. عبد الله مساء الخير يا اخوي احمد، اخبارك؟ اهلا بك. علي ذكر عبد الله، عبد الله من الناس اللي هم الان عمر البرنامج 4 سنين ودائم الاتصال بينا، لكن فاقدين واحد يا شباب. نحن بحريك من المرج، وينك؟ مساء الخير يا اخوي احمد، خليك معي يا عبد الله، نوجه تحيه لبحريك اذا كانوا زعلان منا، يعني يا ريت انه هو يتواصل معنا، لان نحن ما نبوش نزعلوا الاصوات اللي هي كانت دائما معنا في هذا البرنامج، في قضايا البرنامج. انتم هذا برنامجكم برنامج جميع، صوت الجميع. تفضل يا عبد الله. نعم يا استاذ احمد، تحيه لك وتحيه لقناه ليبيا الحدث. اهلا بك، وتحيه للبحريك صراحه. نعم. نبو يرجع. زعلان شكله. طبعا نترحم على ارواح شهداء جيشنا الوطني الليبي ونحيي جيشنا الباسل. نعم طبعا يا استاذ احمد، هذه حكومه الخونه والعملاء، حكومه الميليشيات. نعم طبعا هذه حكومه الاخوان يزرعوا في الفتنه بين ابناء الشعب الليبي، ويسعوا الى تقسيم ليبيا، ويسعوا الى تقسيم الشعب الليبي الواحد. يا استاذ احمد، عاصمتنا طرابلس حزينه، عاصمتنا طرابلس ما يحصل فيها من 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 الاخوان ومن المجرمين ومن الخونة والعملاء، حزينة عاصمتنا طرابلس. طبعا يا استاذ احمد، انا امس حلقة امس صراحة نبي نعقب عليها شوية. طبعا حزينة عاصمتنا طرابلس، من اللي باعوا الوطن إلى تركيا وإلى أردوغان وإلى دولة قطر المارقة، اللي باعت بعين الوطن لها وجاية ضد العرب. حزينة من القمامة، حزينة من الميليشيات اللي فيها، لكن نقول لعاصمتنا طرابلس لن تحزن يا عاصمتنا طرابلس، جايكم الجيش الوطني الليبي قريبا إن شاء الله، غصبا عن كل المجرمين والخونة والعملاء، والمجد لجيشنا الوطني الليبي، المجد لشهداء جيشنا الوطني الليبي. طيب شكرا عبد الله. قبل ما ناخذ الشاعر فرج،
عندنا شباب صور للأستاذ الفاضل عاشور بدر، إذا كان جاهز أعرض لي الصورة. طبعا هذه حادثة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، وأنا هنا أريد أن أنوه الشيء، يعني أن السلبية اللي هي تجتاح وسائل التواصل وعملية السب والسخرية والتنمر وغيرها من هذه الأمور، يا ريت أن نحن نفكر قبل الإنسان يفكر قبل ما يكتب شيء أو قبل ما يعلق على شيء أو قبل، يعني لأنه عيب، يعني مش من الأدب ومن الأخلاق أنك أنت تسيء لغيرك بهذا الشكل الفج. الحملة اللي صارت، المسعورة اللي صارت على هذا الأستاذ الفاضل اللي نقدروه، هذا أمر مستنكر ومرفوض تماما، لا الإنسانية ولا الأخلاق ولا أي شيء يستدعي منك أنك أنت فقط لأن إنسان فرح ورقص ويعني ابتهج مع تلاميذه يعامل بهذا الشكل المزري من الأخلاق. هذا إنسان فاضل من أبناء دارنا الكرام المثقفين اللي يما نعتز بهم. هذا الأستاذ الفاضل له بصمة كبيرة جدا مشهود لها من كل أبناء دارنا، فقط لأنه احتفل مع جمعية لرعاية الأيتام، كان لهم حفل غنائي أو فقرة غنائية ضمن احتفالية أقيمت في مدينة البيضاء احتفالا بالعام الدراسي الجديد، فما كان به أنه هو خرج هكذا بعفوية بعفويته بابتهاجه هكذا يعني كإنسان خرج كإنسان بشكل عفوي، كأب لهؤلاء التلاميذ بشكل أبوي، بشكل فيه من الرحمة وفيه من الفرحة والابتهاج والأمل فقام ورقص أمام هؤلاء تلاميذه وابتهج معهم في فقرتهم الغنائية، وهم تلاميذ هم تابعين لأحدى الجمعيات اللي هي معنية بالأيتام. هذا اللي هو الأستاذ عاشور بدر. لك أعطوني تعليق قناة فبراير، وقف لي على هذا التعليق. قناة فبراير شن قالت؟ قالت إن شاهد البيضاء عروس الجبل تحتفل تابع التعليم الحكومة الوزارة التعليم اللي هي أقامت احتفال في البيضاء بالرقص أو بدأت عامها الدراسي بالرقص. شفتوا كيف الإعلام الإخوان كيف أي وين وصلت به القذارته الانحطاط بتاعه. خذوا صورة المقطع فيديو لأب لتلميذه لمواطن ليبي فرح يرقص فرحان بفقرة غنائية بهكذا، وداروا له هذا التوصيف وحطوه له في قنواتهم الإعلامية. شفتوا إلى هذا الانحطاط وصل بهم الأمر بالاستخفاف بالليبي بهذا الشكل. سيس كل شيء، تم تسييس كل شيء الآن في ليبيا، حتى اللي يفرح واللي يرقص طالما أنه هو محسوب على منطقة تابع الجيش لا جيبه وتنمر عليه ونضحكوا عليه ونديروه. يعني أصبحنا في هذه المرحلة الغير أخلاقية صراحة، ونشيد بوزارة التعليم الحكومة المؤقتة اللي هي أصدرت بيان بخصوص هذه الحادثة واللي هي تحدثت فيها عن أن هذا المعلم ليس لديه أبناء، لم يرزقه الله بأولاد، فاعتبر هؤلاء التلاميذ أولاده وأبناءه، احتفل معهم، نحييه ونقدر هؤلاء المدرسين أو المعلمين هؤلاء اللي هم نعول عليهم بأن يكونوا يعني يزرعوا الأمل والفرحة في ليبيا الجديدة. وللمفارقة أيضا أنه هو من مدينة درنة، ومدينة درنة كيف كانت وكيف الآن أصبحت، هذا في هذا الرجل الآن وصلت مرحلة درنة لمرحلة من الاطمئنان والفرحة والأمل، أننا أصبحنا نرى هكذا فرحة تتجلى في هذه الوجوه الخيرة من أبنائها. على كل حال نختم مع الشاعر القدير فرج ديهوم، لديه قصيدة حول الواقع في ليبيا وتحديدا يريد إهداءها لترهونة. أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ أحمد، أهلا بك وبالسادة المشاهدين الكرام. نعم، قصيدة لترهونة، إليك الهواء، تفضل.
مرحبتين بهم، يعني اسمها ليبيا محسوبة حوش واحد. صحيح. وتعليقا قبل ما نبدأ بالقصيدة، سيد أحمد، الرسول عليه الصلاة والسلام مع أحد الصحابة قال: أنا لا أجد حنا في الأطفال حتى أحن عليهم، فقال: وما رأى وقد نزل. نعم، اللهم صل وسلم عليه. نعم، في الاستماع الثاني منزوع من الرحمة، هو اللي يعلق أنه الفلسطينيين. أي والله صحيح، يعني كيف مزوج على من الأطفال لا برياء، يعني بس مثل الأطفال. بالنسبة لقصيدة ترهونة، طبعا نهديها لترهونة. خط واضح معك، صوت واضح في الاستماع، تفضل. نعم، نقول: نحي ترهونة لمجد، نحي ترهونة لمجد، وناس أجوادي حيوا في تاريخ أجداد، أكرام وفرسان مغاوير وفي التاريخ لهم بصمات، علي صبك خلق ناتي ربع الدات هلج وسلاحيات، يلاقوا في الصادير زدور عراض ومن دفعات، نحل يحمي في قير ومير تقول مدافع رشاشات، يردوا في قوم مساعير بقوي مان وعزم في بيت، سقوهم نار سقوهم كيري دقوا فيهم بالدانيات، جراد ومدفع ضد الطير ورشاشات ومطويات، تجيك تزغرت بالجنزير سلبت الزاوى دبابات، الشاويش مقهر تقهير حضر بيها ما من دعكيات، وما من واو وما من بير عليهن حط عليهم بيت، اسلوك قرارات قوارير وطام بعيدة منسيات، اعطيهم عز اعطيهم خير وفخر كثير، تريس اجداد وخيرة وخيرة من شال ولزناد، نحيي ترهونا لمجاد، وناس أجوادي حايوا في تاريخ جهاد. أنا شكرا الشاعر فرج الديهوم، وأكيد في مناسبات أخرى أو في حلقات قادمة نثر معك حلقاتنا بأبيات شعرك. وطبعا هذا تجسيد حقيقي لوحدة الوطن الليبي، هم يريدون التفرقة بين أبناء الوطن الليبي، ولكن نحن نرد عليهم بالشعر وبالكلمة لوحدة هذا التراب والدم. تقبلوا تحياتي وتحيات علي رمضان وكامل فريق العمل، نلتقي في حلقة قادمة من آرائكم.